العلمة عاد بالزاد كاملا من ملعب مسعود بالزقار بالعلمة في مباراة كانت بدايتها للزوار الذين أنذروا المحليين في هذه المحاولة الأولى التي مرت بسلام على مرمى الحارس شلالي. مولودية العلمة يرد بهذا الهجوم عن طريق قبول عنصر، لكن الحارس بن شريف وعلى مرتين ينقذ مرماه. نلعب الدقيقة 28 وعلى إثر هذه اللقطة الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة المحليين. طبعا القرار أثار احتجاج الزوار. والعنصر يتولى تنفيذ هذه ضربة الجزاء ويخفق أمام الحارس بن شريف. الموب يتمكن بعد ذلك من فتح مجال التهديف عن طريق اللاعب وقائد الفريق بالقاسمي، وحدث ذلك في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، وفرحة أنصار الموب الذين تنقلوا إلى العلمة. وكان بإمكان الزوار إضافة الهدف الثاني خلال هذا الشوط عن طريق بالقاسمي وقادري في هذه المحاولة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الزوار بهدف دون مقابل. المرحلة الثانية وصل خلالها أبناء العلمة تضيع الفرص السهلة كهذه محاولة وسوء تفاهم بين المهاجمين. نلعب الدقيقة 79، اللقاء يتوقف لمدة 4 دقائق بعد رشق الملعب بالحجارة من قبل أنصار العلمة، ليتواصل اللعب بعد ذلك ودائما لصالح الزوار الذين ضيعوا العديد من الفرص عن طريق كل من بالقاسمي وقادري وكذلك نزواني الذي كان آخر من سدد وضيع في هذا اللقاء. اللقاء انتهى وسط فرحة أنصار بجاية ب3 نقاط، لكن في أجواء ساخنة ومشحونة بسبب غضب أنصار مولودية العلمة. ولكم الصور.